فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السفر بالطائرة لمدة ساعة أو ساعة ونصف، فهل نقول إن الأفضل أن يصوم لعدم المشقة؟ يجوز له يصوم، ولكن الأفضل الإفطار، لأن الصوم لأن السفر مظنة المشقة، ولو في طائرة مظنة المشقة، الطيران والنزول والتحميل وما أشبه ذلك في مشقة، وخفف عن المسافر. نعم.